السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا مع المحاضرة العاشرة من دورة تعليم تهجي الحروف العربية وتجويدها واستقامة أدائها من خلال الموازين النبرية. درسنا اليوم يسير بإذن الله، وليس فيه أي إشكالية أو أي شيء يستحق الانتباه أكثر مما مضى، لأننا كأننا نطبق على المهارات السابقة التي درسناها قبل ذلك. لذلك لابد أن ننتبه لكل ما نبهنا إليه قبل ذلك. أولاً سننتبه للنبري سواء في الأداء الصحيح والأداء، كذلك اليوم سنتحدث عن الوقف على المشدد وتوالي السكونين. فالحرف المشدد لابد أن يكون زمنه أطول من الحرف من الحرف الساكن، وأظن أننا تكلمنا قبل ذلك عن هذه النقطة، وقلنا إن هناك مذاهب للعلماء. هناك من يرى أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين كاملين، وهناك من يرى أن الحرف المشدد عبارة عن حرف واحد، لأن الأول كأنه أدخل في الثاني وذاب فيه وتلاشى فيه. والرأي الثالث وهو الأرجح أنهما عبارة عن حرف وجزء حرف، يعني عبارة عن حرفين ليس كاملين. لماذا؟ لأن الحرف الأول قد تذهب بعض صفاته. لكننا في هذه التدريبات لن نتحدث عن المشدد فقط، ولكن سنتحدث عن توالي ساكنين. وتوالي ساكنين قد يكون الحرف فيه مشددا، وقد يكون الحرف حرفا صحيحا في النهاية وقبله حرف مد، وقد يكون عبارة عن حرفين صحيحين كما سيتضح لنا من التدريبات. المهم لا نساوي بين الحرف الساكن والحرف المشدد. طيب، هو هناك تدريب يرتبط بالمشدد، وهو التدريب الخاص بمراتب القلقلة. هذه المهارة كما قلت لكم هي للتمييز بين مراتب القلقلة، بين مراتب القلقلة، وقد تعرضنا لها سابقا لكن مع المتوسط والمتطرف فقط، ولم نتعرض للساكن المشدد الموقوف عليه. وقلت لكم إن قاعدة فعل فعل هي القاعدة السحرية التي نستطيع من خلالها أن نفرق بين مرتبة المتوسط التي هي أقل من مرتبة المتطرف الساكن التي هي أقل من مرتبة المشدد الموقوف عليه، ولا يكون إلا في آخر الكلمة، لأننا لا نقلقل مشددا في وسط الكلمة. إذن فعل فعل ستقوم بالتمييز بين المراتب الثلاثة. كيف؟ سنجد المتوسط مرتين، مثلا عندما أقول أق، إذن القاف الأولى متوسطة، وعندما أقول أق، إذن القاف الأولى أيضا متوسطة، وسنجد الساكن المتطرف مرة في الأدائين. أنا أحصي التكرار في الأدائين، سنجد الساكن المتطرف مع الأولى أق اللي هي فعل. طيب، وسنجد الساكن المشدد الموقوف عليه مرة مع فعل أق. فنستطيع من خلال هذه القاعدة أن نميز بين المراتب الثلاثة.
التدريب الأول، التمييز بين مراتب القلقلة. طيب قبل أن أقول، لنرى من الذي سيكون بارعا في التخيل ويحفظ ما أقول ويردده خلفي، يعني أختاره حتى يعني لو كان واحدا رفع يده أو واحدة رفعت يدها يكفي، وليتذكر التدريب الفائت. إلا أننا هنا لا نقول وليست، نقول وليست فقط مع نطق المقطع الواحد بالقلقلة وبدون قلقلة كما تدربنا قبل ذلك. التدريب الأول، التمييز بين مراتب القلقلة. أق وليست أق. أق 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 أط وليست أط. أط 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 أط. أب وليست أب. أب 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 أب. أج وليست أج. أج 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 أج. أد وليست أد. أد 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 أد. هنا ننتبه لشيء، لا يخطئ ويقول أق أق فعل وليست، لا، لا يوجد هنا وليست، أقول لكم من الآن لا يوجد وليست. ها طيب، ما شاء الله، يعني الأيدي كلها مرفوعة، وقد لفت نظري اسم أول مرة أراه، لكن سأختاره لأن الاسم يعني اسم عائلة نبرية، محمد البقالي، لكن أكيد تشابه أسماء، قد يكون محمد البقالي. نعم شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يجزيك الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، تفضل. ماشي، من أي الحروف يا شيخنا؟ من أي نبدأ؟ من القاف، يعني بترتيب بترتيب قطب جد، القاف الطاء الباء الجيم الدال. ها تمام. التدريب الأول، التمييز بين مراتب القلقلة. ماشي. أق أق. لا، الأول ننطق مقطع، لا ننطق مقطعا واحدا، أق وليست أق. أق وليست أق. أط وليست لا لا لا، يا بعد ذلك نأتي بما يخص القاف. أق أق فعل. أق أق فعل. أق وليست أق. أق فعل وليست أق فعل. لا، اثنان. أق أق فعل وليست أق. لا، هنا لا يوجد وليس. أق أق فعل. أق أق فعل. أق أق فعل وليس أق. أق أق فعل. أق أق فعل. أب أب فعل. أب أب فعل. أد أد فعل. أد أد فعل. أط وليست أط. أط أط فعل. أط أط فعل. أج وليست أج. أج أج فعل. أج أج فعل. هكذا. نعم، هات الدال. نعم الدال. نعم. أد وليست أد. أد أد فعل. أد أد فعل. ما شاء الله، رائع ومتألق بك، يستضيء النبر عبر أصالة هي في أدائك عذبة الأصداء. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك وزادك من فضله. طيب
هناك تدريب آخر كان يعني يتصل بهذه المهارة، من الممكن أن نقوله ويعني إيه نتدرب عليه في الحلقات، وهو التدريب الثاني، التفريق بين الوصل وتوالي سكونين في الوقف. يعني مثلا عندنا باب وصلا وباب وقفا وهكذا، ممكن يعني أنطق بعض الكلمات وليس شرطا أن يكون في النهاية إيه مد عارض للسكون. في بعض الأحيان قد يكون هناك حرف مشدد أو يكون هناك حرفان صحيحان، والغرض من ذلك ننتبه للحركات وننتبه لمقدار المد عند الوقف والوصل أيضا. وكما قلت وأنبه، نحن في هذه الحالة لا نلزم المتلقي بأن يأتي بالمد العارض للسكون ست حركات. التدريب الثالث، التفريق بين الوصل وتوالي سكونين في الوقف. باب باب، قاض قاض، فيه فيه، غلف غلف، عين عين، لوط لوط، وهكذا. هاتي فضلا التدريب الثالث، نريد من تقرأ لنا هذا التدريب. هالة، تفضلي يا هالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. لا أسمعك يا لأن طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك شيخنا. حياك الله وبياك، مرحبا، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك، يجزيك كل خير عني. التدريب الثالث، التفريق بين الوصل وتوالي سكونين في الوقف. باب باب، قاض قاض، فيه فيه، غلف غلف، عين عين، لوط لوط، هاد هاد، نار نار، نوح نوح، رجس رجس، سوء سوء، وال وال، عاد عاد، فاز فاز، حين حين، سود سود، فسق فسق، حق حق، باق باق، دان دان، خير خير، نور نور، نبغ نبغ نبغ، شك شك. ما شاء الله تبارك الله، رائعة ومتألقة دائما، وقراءة هادئة وثقة كصاحبتها، بين ازدهار أدائها وجماله ترقى الأذان بها ولا تستوقف. أحسنت أيتها الرائعة المتألقة. أحسن الله إليك، ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير عن وجودة نور ورفعة يا رب العالمين. السلام عليكم. طيب أرى الشريحة التي بعد هذا، أراها. طيب نعود، نذهب إلى التدريب الأول. هذه المهارة هي المهارة 29، وهي عبارة عن تدريبات على تهجي أصوات الحروف مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه بجميع طرق أدائها نبرية. إذن التهجي يعني كما تعودنا وكما درسنا، فقط سننتبه إلى جانب الانتباه للمخارج والصفات وعدم غن
الحركة ولا حرف المد وتحقيق الحركة وتحقيق حرف المد. سننتبه أيضا إلى انقسام الكلمتين في حالة أن يكون الأداء بين كلمتين، وألا ندمج الأولى في الثانية، لأن هذا من الأخطاء الشائعة، وسيقابلنا هذا في التدريب الأول إن شاء الله. المهارة 29، المهارة مبتدأ، 9 نعت مرفوع، الواو حرف عطف، 20 معطوف، تدريبات خبر مرفوع، على تهجي جار ومجرور، أصوات الحروف، أصوات مضاف إليه والحروف أيضا مضاف إليه، مع ظرف منصوب، توالي مضاف إليه، سكونين مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، الواو حرف عطف والحرف معطوف مجرور لأن المعطوف على المجرور مجرور، المشدد صفة الحرف، الموقوف نعت أيضا للمشدد، عليه جار ومجرور، بجميع جار ومجرور، طرقي مضاف إليه مجرور، أدائها مضاف إليه مجرور، أداء مضاف إليه مجرور، وها أيضا مضاف إليه مجرور، ونبريا نستطيع أن نعربها حالا أو تمييزا. التدريب الأول، التدريب مبتدأ مرفوع، الأول نعت مرفوع لكن نقف عليه بالسكون، فعل خبر ونقف عليه أيضا بالسكون لأنه قد قصد لفظه، مع ظرف منصوب، توالي مضاف إليه مجرور، سكونين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، والحرف الواو حرف عطف والحرف معطوف مجرور، المشدد نعت مجرور، الموقوف نعت مجرور، عليه جار ومجرور، ورغم أن الهاء ضمير مبني على الكسر إلا أننا نقف عليه بالسكون. المهارة 29، تدريبات على تهجي أصوات الحروف مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه بجميع طرق أدائها نبرية. التدريب الأول، فعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. ما فيه، ما فيه، فعل وليست ما فيه، فعل. هنا سيقابلنا كثيرا المد العارض للسكون، ويعني أنا لا ألزم أحدا بأن يمده 6 حركات، له أن يمده بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حسب ما تعود في قراءته. إذن هنا رغم أنهما عبارة عن كلمتين إلا أننا ننطقهما في إطار صيغة واحدة، وهذا لكثرة وقوع اللحن في مثل هذه النماذج، يعني كثيرا ما نسمع بدلا من أن نسمع ما فيه هكذا كأنها كلمة واحدة، ما فيه، في شأن، في شأن، فعل وليست في شأن، فعل، في شك، في شك، فعل وليست في شك، فعل، لا ضير، لا ضير، فعل وليست لا ضير، فعل، من هاد، من هاد، فعل وليست من هاد، فعل، من أجر، من أجر، فعل وليست من أجر، فعل، في بعض، في بعض، فعل وليست في بعض، فعل، نذهب إلى التدريب الثاني. التدريب الثاني، فعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. بحق، بحق، فعل وليست بحق، فعل، أناب، أناب، فعل
فاعل وليست أناب، فاعل بعاد، بعاد فاعل وليست بعاد، فاعل وكيل، وكيل فاعل وليست وكيل، فاعل حكيم، حكيم فاعل وليست حكيم، فاعل غواش، غواش فاعل وليست غواش، فاعل لآت، لآت فاعل وليست لآت، فاعل بعيد، بعيد فاعل وليست بعيد، فاعل تمور، تمور فاعل وليست تمور، فاعل خوار، خوار فاعل وليست خوار، فاعل هدان، هدان فاعل وليست هدان، فاعل أنيب، أنيب فاعل وليست أنيب، فاعل لغوب، لغوب فاعل وليست لغوب، فاعل نذهب إلى التدريب الثالث. التدريب الثالث، فاعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. وب، وبنيه، وبنيه فاعل وليست وبنيه، فاعل وليست وبنيه، فاعل وش، وشراب، وشراب فاعل وليست وشراب، فاعل وليست وشراب، فاعل وشي، وشي مال، وشي مال فاعل وليست وشمال، فاعل وليست وشمال، فاعل ويو، ويميت، ويميت فاعل وليست ويميت، فاعل وليست ويميت، فاعل بب، بب عيد، ببعيد فاعل ليست ببعيد، فاعل وليست ببعيد، فاعل شها، شهداء، شهداء فاعل وليست شهداء، فاعل وليست شهداء، فاعل فتى، فتيان، فتيان فاعل وليست فتيان، فاعل وليست فتيان، فاعل بح، بحفيظ، بحفيظ فاعل وليست بحفيظ، فاعل وليست بحفيظ، فاعل بع، بعزيز، بعزيز فاعل وليست بعزيز، فاعل وليست بعزيز، فاعل نبحث عن أحد الرائعين لكي يقرأ لنا من هذا التدريب، وليكن الشيخ محمد، تفضل يا شيخ محمد. السلام
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. الله يحييك شيخ. بسم الله. المهارة 29، تدريبات على تحدي أصوات الحروف مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه بجميع طرق أدائها نبريا. هنا كلمة المشدد نعاملها وقفا، نقول المشدد الموقوف. تمام، جزاك الله. نعم، إن شاء الله. التدريب الأول، فعل مع توالي سكونين، مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. ما في، ما في، فعل. لم أسمع الهاء يا شيخ محمد. نحن في هذا التدريب دائما ننتبه للساكن الأخير، فهنا صفة الهمس هي التي ستظهر الهاء. تمام، إن شاء الله. ما فيه، ما فيه، فعل وليست ما فيه، فعل. في شأن، في شأن، فعل وليست في شأن، فعل. في شك، في شك، فعل وليست في شك، فعل. لا ضير، لا ضير، فعل وليست لا ضير، فعل. من هاد، من هاد، فعل وليست من هاد، فعل. من هات تاني وقلقل الدال جيدا. نعم. من هاد، من هاد، فعل وليست من هاد، فعل. من أجر، من أجر، فعل وليست من أجر، فعل. في بعد، في بعد، فعل وليست في بعد، فعل. ما شاء الله، دائما متألق وألق، كأن ضياء الشمس نيط بنبره وبدر الدجى بين البدائع والنبر. أحسنت أيها الرائع المتألق، ممتاز. طيب تفضل يا شيخ أحمد، ولا الدكتور رضا، ولا من معي اليوم؟ نعم يا شيخنا، حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا دكتور رضا، مرحبا بك، تفضل. طيب تفضل يا شيخ سيد أبو الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. التدريب الأول. نذهب إلى الرائعات المتألقات لنختار منهن الرائعة الأولى التي ستسمعنا هذا التدريب، ولتكن يسري. تفضلي يا يسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم شيخنا. حياك الله وبياك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا بك الجيلين جايك. بسم الله الرحمن الرحيم. المهارة 29، تدريبات على تهجي أصوات الحروف مع توالي، مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه بجميع طرق أدائها نبرية. التدريب الأول، فعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. أواب، أواب، فعل وليست أواب، فعل. أشح، أشح، فعل وليست أشح، فعل.
بسم الله. تزداد تزداد فعل، وليست تزداد فعل. راعون راعون فعل، وليست راع وليست راعون فعل. للسحت للسحت فعل، وليست للسحت فعل. اليم اليم فعل، وليست اليم فعل. كفار كفار فعل، وليست كفار فعل. معلوم معلوم فعل، وليست معلوم فعل. بالقسط بالقسط فعل، وليست بالقسط فعل. بالحق بالحق فعل، وليست بالحق فعل. إخراج إخراج فعل، وليست إخراج فعل. مشهود مشهود فعل، وليست مشهود فعل. والحرث والحرث فعل، وليست والحرث فعل. الغي الغي فعل، وليست الغي فعل. ما شاء الله تبارك الله، ذكاء وتفوق وتألق وثقة بالنفس، حكى الروضة الغناء حسن أدائها، وفاق على شهب الدجى بسنائها. رائعة ومتألقة دائما يا يسري، بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا، حفظكم ربي يا رب العالمين، وبارك علمكم وعملكم يا رب. آمين وإياك يا رب. طيب هبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبركاته، مرحبا، تفضلي. مرحبا بك الجنان شيخنا الفاضل. المهارة 29، تدريبات على تهجي أصوات الحروف مع توالي سكونين، مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه بجميع الطرق أدائها نبرية. يعني يحسن أن نأتي بوقف، يعني لا نلزمه. تمام. المشدد الموقوف. والحرف المشدد الموقوف عليه بجميع طرق أدائها نبرية. التدريب الثاني، فعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. أنت ما زلت يعني تعاملينه وصلا، المشدد الموقوف. دائما عندما نجد همزة وصل عموما في الكلام نحترس. والحرف المشدد الموقوف عليه. نعم انتبهت ليها. بحق بحق فاعل، وليست بحق فاعل. أناب أناب فاعل، وليست أناب فاعل. بعاد بعاد فاعل، وليست بعاد فاعل. وكيل وكيل فاعل، وليست وكيل فاعل. حكيم حكيم فاعل، وليست حكيم فاعل. غواش غواش فاعل، وليست غواش فاعل. لآت لآت فاعل، وليست لآت فاعل. بعيد بعيد فاعل، وليست بعيد فاعل. تمور تمور فاعل، وليست تمور فاعل. خوار خوار فاعل، وليست خوار فاعل. هدان
هدان فاعل وليست هدان فاعل. فقط يا هبة يا هبة انتبهي من ترعيد الصوت مع الألف، ويبدو أنه يعني شيء من الخوف أنت يعني متعودة عليه، ليس معي فقط، فانتبهي لهذا، ها؟ لأنه يعني يذهب عن المخرج الجوفي للإيه؟ للألف. يلا. هدان هدان فاعل وليست هدان فاعل، هكذا شيخي؟ نعم ممتاز. هذا أنيب أنيب فاعل وليست أنيب فاعل. لغوب لغوب فاعل وليست لغوب فاعل. ما شاء الله، بيان وفصاحة وأداء مستقيم. ولقد ملأت الكون من نبر غدا كالشمس قد ملأ الفضاء أنوارها. أحسنت يا هبة، جزاك الله خيرا شيخ. يا رب دائما أدعو لك، ربي يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك ويسعدك يا رب، ولك أضعاف ما دعوتي. ها، من ستعطي هبة الرائعة حلقة أخرى؟ نسرين، مبارك لك يا هبة. طيب نذهب إلى متدربة أخرى، ولتكن بدرية. تفضلي يا بدرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم شيخنا. ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، مرحبا، تفضلي. رحبت بك جنان شيخنا. المهارة التاسعة والعشرون، تدريبات على تهجي أصوات الحروف مع توالي سكونين والحرف المشدد والحرف المشدد الموقوف عليه بجميع طرق أدائها نبرية. التدريب الثاني، فعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. قنوط قنوط فاعل وليست قانوط فاعل. تركن تركن فاعل وليست تركن فاعل. لبثت لبثت فاعل وليست لبثت فاعل. وتب وتب فاعل وليست وتب فاعل. عدو أعيدي أعيدي عدو. أعيدي الكلمة السابقة، وتب. نعم. وتب وتب فاعل وليست وتب فاعل. عدو عدو فاعل وليست عدو فاعل. قروء قروء فاعل وليست قروء فاعل. بعظم بعظم فاعل وليست بعظم فاعل. لهن لهن فاعل وليست لهن فاعل. هن أعيدي. نعم. لهن بالسكون لأن آه نعم لم أطل. نعم لم أطل. لهن لهن فاعل وليست لهن فاعل. يغل يغل فاعل وليست يغل فاعل. أضل أضل فاعل وليست أضل فاعل. إليه إليه فاعل وليست إليه فاعل. أشق أشق فاعل وليست أشق فاعل. خفي خفي خ زمن الياء المشدد. نعم. خفي خفي فاعل وليست خفي فاعل. ما شاء الله، تبارك الله، رائعة ومتألقة ومتمكنة يا بدرية. سلام على بدر
له السعد مطلع وشمس سناها بالمناقب يسطع. أحسنت يا بدري. جزاكم الله كل الخير شيخنا ورفع قدركم يا في الدنيا والآخرة. من ستعطي بدرية حلقة أخرى؟ زينب، مبارك لك يا بدري. جزاك الله كل الخير شيخنا والمعلمة زينب، بارك الله فيكم. طيب نذهب إلى أمل. تفضلي يا أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. حياك الله وبياك شيخنا الفاضل، ربي يكتب أجرك يا رب. آمين وإياك. تفضل. حاضر. التدريب الثالث فاعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. و ب و ب ن. لا خطأ خطأ. وب 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 ن وبني وبنيه فاعل وليست وبنيه، فاعل وليست وبنيه. لا 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 يا أمل، يا أمل رتبي. نعم نعم. جيدا. حاضر حاضر، بس الشاشة حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. و ب وبنيه. لا وب وب وبنيه وبنيه فاعل وليست وبنيه، فاعل وليست وبنيه، فاعل. ننادي الرائعة مريم. تفضلي يا مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، حيا الله الجمع الطيب. الله وبركاته، حياك الله وبياك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. ترحب بكم الجنان شيخنا. والجميع يا رب بعد عمر طويل في طاعته. تفضل. التدريب الثالث فاعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. وش وشراب وشراب. لم تعجبني فتحة الشين. نعم. وش نعم. أنت جزائرية صح؟ نعم. إذن انتبهي من الإيل، الإمالة غير المقصودة. نعم يلا. وش وشراب وشراب فعل وليست وشراب، فعل وليست وشراب، فعل. وشي وشي مال وشمال، فاعل وليست وشمال، فاعل وليست وشمال، فاعل. ويو ويميت ويميت، فاعل وليست ويميت، فاعل وليست ويميت، فاعل. ببعيد ببعيد، فاعل وليست وليست ببعيد، فاعل وليست ببعيد، فاعل. شها شهداء شهداء، فاعل وليست شهداء، فاعل وليست شهداء، فاعل. فتا فتا. عدنا إلى الإمالة. نعم. فتا لا فتا. لا ليست فا هي ف ف. نعم. فتا فتا يان فتيان، فاعل وليست فتيان، فاعل وليست فتيان، فاعل. بحا بحفيظ بحفيظ، فاعل وليست بحفيظ، فاعل وليست بحفيظ، فاعل. بعا
بعزيز، بعزيز فاعل وليست بعزيز فاعل وليست بعزيز فاعل. ما شاء الله تبارك الله، رائعة ومتألقة ومتميزة يا مريم، أنت في النحو والتهجي والنبر ما شاء الله عليك. في نبرها الشهد الذي تشتاره أسماعنا والسمع قد يشتار. وأنا يعني أحيانا أقول هذه ستكون مدربة وتوقعي لا يخيب، وأنت هكذا بإذن الله. من ستعطي مريم الرائعة؟ عتيقة. الله شيخنا، جزاكم الله خيرا. وإياك يا رب، وبارك فيك وأحسن إليك. اللهم آمين. طيب نذهب إلى متدربة أخرى. إيمان. أيوة أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بحضرتك. التدريب الثالث، فعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. وك، وك، فور، وكفور، فعل وليست وكفور، فعل وليست وكفور، فعل. بو، بوكيل، بوكيل، فاعل وليست بوكيل، فاعل وليست بوكيل، فاعل. وآ، وآ، مر، وأمر وليست. أعيدي من البداية. وأمر، أيوة، وأمر فاعل وليست وأمر، فاعل وليست وأمر، فاعل. يزي، يزي، رون، يزيرون، فاعل وليست يزيرون، فاعل وليست يزيرون، فاعل. فعا، فعلوه، فعلوه، فاعل وليست فعلوه، فاعل وليست فعلوه، فاعل. بيا، بيا، فعلوه وليست فعلوه، فاعل. بيا، بيا، دي، بيدي، فاعل وليست بيدي، فاعل وليست بيدي، فاعل. ما شاء الله، ما أروعك وأبدعك، وصوت في سماء النبر يهدي إلى نهج الأداء المستقيم، هو صوت إيمان الرائعة المتألقة. من ستتحف إيمان بدور عندها؟ نسمة، شكرا لك يا نسمة. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. كل الخير وبارك فيك. طيب ننادي متألقة أخرى. ولتكن صفية، تفضلي يا صفية. السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله وبيك شيخنا. حياك الله وبيك، تفضل. المهارة 29، تدريبات على تهجي أصوات الحروف مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه بجميع طرق أدائها نبرية. التدريب الرابع، مفاعل مع توالي سكونين والحرف المشدد الموقوف عليه. وعا، وعا، ها، را. أعيدي مرة أخرى. وعرا. لا لا نعم. تميلي حركة العين. نعم شيخنا. وعا، وعا، را، وعرا، بي، وعربي. مفاعل وليست وعربي، مفاعل وليست وعربي، مفاعل لا لا، لا. وعربي
وعربي مفعل وليست وعربي مفعل وشا وشا لا تزيد حركة الشين و... نعم شيخنا نعم. نعم شيخنا وشا وشا فا وشفا تين وشفتين مفاعل وليست وشفتين مفاعل وليست وشفتين مفاعل وليست وشفتين مفاعل. لا يوجد تدريب آخر؟ يا قليل عليك تستحقين 100 تدريب يا صفية بأدائك الرائع. يزهو بك النبر إذ زادت منابعه على لسان بنور العلم يلتمع. أحسن شيخنا الفاضل بارك الله فيك شيخنا. من ستعطي صفية دورا؟ دينا. شكرا لك يا دينا بارك الله فيك. شكرا لك شيخنا الفاضل بارك الله فيك. جزاك الله عنا كل خير. آمين وإياك. طيب لبنى إيه خلاص؟ طيب نعود. التدريب القادم هو تدريب على الأداء المستقيم للحروف المقطعة وهي المهارة 30. والحروف المقطعة عندما نتدرب عليها لابد من الانتباه إلى مجموعة من الظواهر. أولاً يعني أكثر هذه الظواهر نحن أشرنا إليها وتدربنا عليها تدريبات قد تكون عنيفة في بعض الأحيان، لكن لابد أن نستذكرها لأننا نقع كثيراً فيها مع إيه؟ مع الحروف المقطعة. من ذلك عدم غن حروف المد، يعني مثلاً طه، لا نأتي بالمد من الخيشوم فنقول طا، مثلا حاميم لا نقول حاميم مثلا، وننتبه أكثر مع نون. لماذا؟ لأن المد بين نونين، وأنتم جميعا تعلمون علاقة النون بالإيه؟ بالخيشوم. إذا ننتبه، نحن نخرج النون ويتدخل الخيشوم النون الأولى والثانية، لكن نبتعد عنه في الحركات التي بينهما، فننطقها هكذا نون وليست نون. طيب كذلك ننتبه لزمن المد، سواء كان هذا المد عبارة عن حركتين مثل مثلا حا مثلا، أو عبارة عن أربع حركات كما هو جائز مع العين، العين أربعة أو ستة، وفي عين الوجهين والإيه والطول فضلا، يعني يجوز الوجهان، وفي عين الوجهان والطول فضلا، يعني يجوز الإيه أربع حركات أو ست إيه حركات، لكن الطول إيه أفضل، أو كان ست حركات. إذن إذا كان حركتين أو كان أربع حركات أو كان ست حركات. كذلك الانتباه للتفخيم والترقيق بصفة عامة، وخاصة ترقيق ما بعد الألف المفخم. أنتم تعلمون أن الألف يتبع ما قبله في التفخيم والترقيق، وقد تدربنا على هذا في أول محاضرة. فهنا ننتبه مثلا مع صاد، لا نفخم الدال مع الألف. كذلك مثلا مع قاف، لا نفخم الفاء مع الإيه مع الألف، فننتبه لذلك. خلاص. كذلك ننتبه لعدم إطالة زمن الساكن بعد حرف المد والمبالغة في إيه في صفة الظهور. ونحن درسنا معا صفات الظهور وهي الهمس والقلقلة والرخاوة
والبينية، يعني أي حرف ليظهر وهو ساكن لابد أن يشتمل على صفة من هذه الصفات، الهمس والقلقلة والرخاوة والبينية، إلا أن الهمزة كما تحدثنا عنها من قبل فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا. إذن ننتبه أن نعطي الساكن زمنه ولا نزيد عن هذا الزمن. لماذا؟ لأننا إذا زدنا عن هذا الزمن أصبح كأنه مشدد. يعني عندما نقول بالأداء المستقيم صاد، هذه دال ساكنة، لكن لو قلنا صاد أصبحت دال مشددة. عندما نقول قاف، إذن هذه فاء ساكنة. طيب عندما نقول قاف زدنا في صفة الهمس هنا، الزيادة فيها تشير إلى تشديد الحرف، يعني تكون مثل كلمة صواف، لابد أن نزيد الهمس هنا لأن الحرف مشدد. فلذلك ننتبه هنا لا يوجد حرف مشدد في هذه الحروف عندما ننطقه في نهايته، فلابد أن ننطقه بزمنه وهو زمن الساكن. خلاص؟ طيب. كذلك بالنسبة لنطق كل حرف وحده، كل حرف من المفترض أن نبره واحد، يعني لا يحتمل نبرا آخر إلا ألف. ألف فقط هي التي تحتمل الخطأ في نبرها، وأيضا نحن درسنا هذا مع بداية الأسماء الحروف وأصوات الحروف، صح؟ إذن هي ألف وليست ألف. لكن بقية الحروف لأنها تشتمل على حركات واحدة بمصطلح القدماء، فإنها في هذه الحالة لا تؤدى إلا بطريقة واحدة. يعني نبريا عندما نقول مثلا صاد، ليس لها أداء آخر نبريا، لها أداء واحد فقط. خلاص؟ طيب. كذلك ننتبه لتحقيق الكسر في كلمة ألف، كسر اللام، يعني لا نقول ألف ألي لي لي، هي ليست لي، هي لي كما تدربنا في البداية. إذن ألف وليست ألف، ليست ألف وإنما ألف، ألف لي لي وليست لي، ألف هكذا. كذلك ننتبه لهذه الكسرة مع السين، نقول سين وليست سين. كذلك مع الميم نقول ميم، لكن كما أقول دائما الألف هي أكثر عرضة لعدم التحقيق. لماذا؟ لأنها عبارة عن كسرة فقط. أما السين فبعدها ياء، من المفترض أن هذه الياء علامة على صوت الكسرة الصحيح الحقيقي. نحن عندما تدربنا على عدم الإخلال بتحقيق الكسرة وأن نجعلها عائمة، يعني قلنا مثلا إي وليست إي، سي وليست سي، قلنا كيف نعرف الكسرة الصحيحة؟ أن نطيل زمنها فيتولد حرف مد، يعني سي عندما نطيل الزمن نقول سي، فإطالة الزمن جاءت هنا وحدها دون أن نضعها من أذهاننا أو من سرنا. كذلك مع ميم جاءت وحدها ميم وليست ميم، جاءت وحدها. لكن مع ألف لا توجد ياء، لا توجد ياء. خلاص. آخر تنبيه يتصل عين. كثيرا يعني كثيرا نسمع من يشدد الياء كأنه يستعد للحرف الذي بعدها أو للإخفاء، لإخفاء النون عند السين أو إخفاء النون عند الصاد. خلاص. إخفاء النون عند السين في سورة الشورى، والسين النون يعني نون سين مع القاف في سورة الشورى، ونون عين مع الصاد في سورة مريم. إذن استعداد هذا للياء ياء عين
يجعلها مشددة. بالنسبة للشورى بعدها سين، إذن النون عند السين. طيب وبالنسبة لسورة مريم النون إيه عند الصاد. ليس مهما ما الحرف الذي بعدها، المهم أنه عندما ينطق العين يشدد الياء، يعني يقولها هكذا عين عين. اسمعوا جيدا عين هكذا، هي ليست عين، هي عين عين هكذا. هذه يعني أهم التنبيهات، ولو يعني نسينا شيء سيقابلنا إن شاء الله ونحن نؤدي بإذن الله تعالى. طيب طبعا الإعراب المهارة مبتدأ أيضا، والثلاثون نعت مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الأداء خبر، المستقيم نعت مرفوع للحروف جار ومجرور، المقطعة نعت في أوائل جار ومجرور، الصور مضاف إليه مجرور لكننا نقف عليه بالإيه بالسكون. المهارة الثلاثون، الأداء المستقيم للحروف المقطعة في أوائل الصور. نون صاد قاف طه حميم ألف لام طاسيم ميم ألف لام ميم را حميم عين سين قاف طاسين ياسين ألف لام را ألف لام صاد كاف ها يا عين صاد. أيضا ننتبه بالنسبة للطاء، في طه لا نهمس الحركة الخاصة بها، كذلك ننتبه مرتبة الايه، ننتبه لمرتبة الإخفاء عند القاف سين قاف، كذلك مرتبة الإخفاء عند الصاد عين صاد. نتدرب على الحروف المقطعة. الشيخ عبد الحكيم، يعني ممكن كل واحد يعني إيه يأتي بعمود مثلا. الشيخ عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. نعم، المهارة الثلاثون، الأداء المستقيم للحروف المقطعة. ننتبه لترقيق يا شيخ عبد الحكيم، ننتبه لترقيق الميم والهاء ونأتي بها وقفا. المهارة الثلاثون، المهارة الثلاثون، يعني ما زالت الميم والهاء لم تعجباني. الميم والهاء، المهاء، المهارة، نعم، المهارة الثلاثون، المهارة الثلاثون، الأداء المستقيم للحروف المقطعة
في أوائل السور. نون. ها فين الستة؟ نريد ست نون. حركات. ستة. نعم نعم. نون. نعم. نون. لا هذا لا. أولا أقول لك يا شيخ أنا يعني أنا أعلم ماذا يحدث معك. أنت تحسب أن... طيب اجعلني أقول لك شيئا يعني أعطني فرصة لنتعلم جميعا. جميع هذه الحروف هي ليست قابلة للتهجي ما عدا ألف. لماذا؟ لأنها تتكون من حركة واحدة في النهاية. خلاص؟ يعني دعني أقول أكثر من معلومة قبل أن أنسى. أولا كل هذه الحروف هي ليست قابلة للتهجي إلا أن تنطق منفردة وبذلك قد يعني قد تمت وتم الحرف إلا ألف لأنها مكونة من حركتين. هذه واحدة. الثانية أقول لك هنا هنا والله أعلم أنا سبحان الله منعت نفسي أن أتحدث في هذا وقلت الأشياء التي فيها خلافات كثيرة أبتعد عنها لكن ما دمت يعني أنت إيه مسست الموضوع يعني أنا عندي قناعة أن هذه الحروف في بدايات السور كل حرف مستقل بذاته بمعنى أنها قصدت كما يقول العلماء وهذا رأي العلماء أن الله تعالى يقول للكفار هذا القرآن كلماته مكونة من هذه الحروف التي تعرفونها جميعا ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة ولا حتى بآية منه. طيب الدليل الآخر أيضا أن الذي نجده هنا هو عبارة عن أسماء الحروف. أسماء الحروف ما عدا نوع واحد وسأقول لكم السبب. يعني مثلا الألف هو اسم الحرف ألف كما تعلمنا في بداية الإيه المحاضرات صح ولا لا؟ سين هو اسم الحرف، ميم هو اسم الحرف، عين هو اسم الحرف، قاف هو اسم الحرف، صاد هو كل الحروف هي أسماؤها إلا الحروف التي تنتهي بهمزة فقط هي التي جيء بها بدون الهمزة من قبيل التخفيف لأن حذف الهمزة في اللغة العربية سببه التخفيف وهو كثير وأنتم علماء بالقراءات وتعرفون هذا. الهمزة دائما لأنها صعبة للأسباب التي قلتها منذ قليل فإنهم كانوا يتخلصون منها بالنقل بالتخفيف بالتسهيل بالحذف وهكذا. فالحروف التي حذف منها حرف هي الحروف اللي إيه؟ التي إيه؟ التي تنتهي بإيه بهمزة اللي هي حي طه فقط اللي هي الطاء والحاء والياء والطاء والهاء والراء فقط. لكن بقية الحروف هي أسماء الحروف كاملة. أيضا يؤكد هذا أو يرجحه الله أعلم يرجح هذا أيضا سكتة أبي جعفر. هو يسكت بين هذه الحروف هذه السكتة تدل على أن كل حرف إيه يعني مستقل بنفسه كل حرف مستقل بإيه بنفسه. خلاص يا شيخ عبد الحكيم. إذن معنى كلامي لك أنه لو كنا سنتهجى هنا كنا سنتهجى حرفا واحدا لكن لأننا سنعامله على أنه اسم الحرف لن نتهجاه. خلاص اللي هو ألف. نعم شيخ. تفضل. نعم يلا. نعم بنقرأ من السطر الأول. نعم نعم أكمل وانتبه للزمن تستطيع أن يعني نعم. أن تقدر هذا الزمن بإيه بقبض الأصابع أو بسط الأصابع. ست حركات وكما اتفقنا يا جماعة الشيخ عبد الحكيم ما شاء الله عليه كأنه إيه يعني يثير المعلومات كما اتفقنا وأكيد أنتم اقتنعتم بذلك أن لا يوجد شيء اسمه حركة الحرف وبعد ذلك المد. المد جزء من حركة الحرف أو حركة الحرف جزء من المد. يعني عندما نمد نون فنحن نمد بين النونين ست حركات بالضبط بما فيها حركة النون. عندما نقول صاد فإننا نمد ست حركات بما فيها حركة الصاد وإلا كان المد سبع حركات وهذا لم يقل به أحد. يعني إذا كانت الصاد
ستحسب على أنها صاد زائد حركة زائد ست حركات، إذن نحن نمد سبع حركات. لا، نحن نمد ست حركات. المد الطبيعي أيضا في مثل طا طا ها ها هكذا. كما قال العلماء هو سمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة يأتي به هكذا، إذن لا يأتي به إلا إيه حركتين وليس ثلاث. لو كان ثلاث لقالوا لنا حركة الهاء ثم الألف، إذن ثلاث حركات. لم يقولوا هذا، قالوا يمد بمقدار حركتين. وهذا ليس كلامي بالمناسبة، هذا كلام جميع علماء اللغة المعاصرين وعندهم حق. نحن عندما يعني يقولون شيئا وعندهم حق فيه نقول نعم، وعندما يقولون شيئا ويكون للقدماء رأي آخر وهذا الرأي يعني أقوى وأرجح نقول القدماء عندهم حق. فهنا نحن لا نعترض على القدماء لأنهم لم ينكروا هذا، هم قالوا يمد بمقدار حركتين، يمد بمقدار أربعة أو خمسة، يمد بمقدار أربعة أو خمسة أو ستة إذا تطرف للوقف بالنسبة للمد المتصل. فلم يقولوا أن حركة الحرف السابق هي إيه حركة وحدها، لم يقولوا هذا في المد بالذات، في باب الإيه المد بالذات. تفضل يا شيخ عبد الحكيم. نعم، نرجع إلى النون يا شيخ. نعم تفضل. أحسنت، لكن نريد إيه صفة صفة التوسط في النون الثانية. نون. نون صاد. لا، الصاد تحتاج إلى إطباق أكثر. صاد صاد تقلقل في الدالش. نعم، وانتبه للصاد أيضا. نعم نعم، صاد قاف. نعم طه. لا، رقق الهاء. طه طه. نعم حاميم. ها، أعطي المد الطبيعي حقه. حاميم حاميم. نعم حاميم. أحسن. ألف لام. ها، نكسر اللام كما اتفقنا. ألف ألف، اكسر اللام جيدا. ألف ألف لام بي. هنا لم تظهر. ألف لام بي. أحسنت. طبي. أحسنت، لكن أنا لم أسمع الطا، ربما النت. يلا. قاسي. ممتاز. ألف لا. ما زلنا في حاجة إلى كسر اللام جيدا. ألف 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 لا لا لا، هذه لا، هذه مرفوضة. هذه أنت تقول ألف ألف يعني أدور تنبر خطأ، هي ألف. نعم أيوة كده. ألف هذه لا، هذه لا. ألف ألف. أحسنت. لا، ألف ألف لام إمرا. نعم حاميم حاميم حاميم. نعم حاميم. نعم
حاميم عين. لا افتح العين، هي عين، لان الياء في عين حرف لين، قبلها ايه؟ عين مفتوح. يلا. نعم. حاميم عين سين قاف. طيب هات، يعني هات، هات في عين اربع حركات على الاقل يعني. يلا. نعم. العين. نعم. حاميم عين سين قاف. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز ومتألق أيها الرائع. إذا استبق الأقوام نبرا وجدته له مرتع علم وللناس مرتع. أحسنت يا شيخ عبد الحكيم، بارك الله فيك. آمين وإياك. طيب قبل أن يعني تدرب المتدربين يا دكتور رضا، من الممكن أن نأخذ التدريب المتعلق بالحرف المشدد أيضا بالنسبة للمد اللازم الإيه؟ الكلمي المثقل، يعني إيه حتى يعني لا نذهب ونعود في تدريب واحد. وهي المهارة الإيه؟ المهارة الحادية والثلاثون. ما الذي سنفعله في هذه المهارة؟ بكل بساطة، نحن قبل ذلك تدربنا على المد المتصل، يعني مثلا لو كلمة مثل ماء سنقول ماء ماء. إذن مع المقطع الأول لم نمد، صح؟ لكن هنا لا، هناك لم يأتي سبب المد، عندما قلنا ما مد طبيعي والهمزة لم تأتي، لكن هنا عندما نقول حاد السكون جاء وهو سبب المد، إذن سنمد. مع المقطع الأول، المقطع الأول مكون من إيه؟ من الحاء ومن الألف ومن الدال، الدال الأولى، خلاص؟ إذن نحن سنمد هنا لأن سبب المد قد إيه؟ قد أتى. لكن أيضا ننتبه أننا لن نقلقل الدال الساكنة، يعني لا نقول حاد. لماذا؟ لأننا سنعاملها باعتبار ما سيكون، هي ستضغم في الدال الثانية ولا توجد قلقلة، خلاص؟ لا توجد قلقلة إلا على الدال الثانية إذا وقفنا، لكن إذا وصلنا لا توجد قلقلة نهائيا، خلاص؟ إذن يعني نتهجى مثل هذه الكلمة هكذا، حاد حاد، فعل وليست حاد فعل. إذن أقرأ المهارة والتدريب. المهارة الحادية والثلاثون، تدريبات على تهجي أصوات الحروف مع المد اللازم المثقل بجميع طرق أدائها نبرية. التدريب الأول، فعل مع المد اللازم المثقل. حاد د حاد، فعل وليست حاد فعل. راد راد، فعل وليست راد فعل. كاف كاف، فعل وليست كافة فعل. حاج حاج، فعل وليست حاج فعل. وهكذا بقية التدريبات هي إيه؟ مثل هذا التدريب. إذن ننتهي من هذه المهارة كاملة يا دكتور رضا، ثم نلتقي إن شاء الله. تفضل. طيب نعود إلى الرائعات. هذه الحروف التي تكون منها القرآن هي الحروف التي تنطقونها، هذا هو المقصود. فيعني الهدف من كلامي أني أريد أن أقول إيه؟ أن أقول إن القرآن الكريم
هو مكون من نفس الحروف التي نعرفها جميعاً والتي درسناها جميعاً والتي يعرفها أيضاً المؤمن وغير المؤمن والتي ينطق بها المسلم والكافر، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بإيه؟ بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بآية. هذا هو المقصود. حتى عندما أرادوا أن يفعلوا هذا جاءوا بكلام مضحك. طيب نذهب إلى الرائعات المتألقات. حفصة، حياك الله وبيك شيخنا الفاضل. حياك الله وبيك، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك الجنان بعد. أكد على هذه النقطة يا حفصة قبل أن تقرأي، يعني كما قال الإمام أحمد بن حنبل: القرآن كلام الله وكفى. نحن لم نتطرق يا جماعة إلى أي رأي في العقيدة يمس القرآن، أنا فقط أتحدث عن إيه؟ عن أن القرآن مكون من نفس الحروف التي نعرفها. ها يلا يا حفصة تفضلي. المهارة الثلاثون: الأداء المستقيم للحروف المقطعة في أوائل السور. طه طه. أنت رائعة يا حفصة، لكن فقط هناك إمالة بسيطة تستطيعين التغلب عليها بسهولة إن شاء الله. طه طه ح ميم حميم ألف لام ميم طاسيم ميم ألف لا ألف لام ميم را. ها حركتين بس يا حفص. ما أنا كنت أعيدها معلي يا شيخ، حسيتها. ألف لام ميم را. أعيدي مرة أخرى. ألف لام ميم را حميم عين سين. شفتي يا حفصة عين. يبقى احنا لنا حق، لنا حق أن نقول هناك من يقع فيها ويقول عين. هي ليست عين، هي عين عين. نعم. عين سين. ما زالت يعني عين. حاولي ألا تحدثي موجة أدائية مع إيه؟ مع نطق حرف الإيه؟ اللين. هي عي. اسمعي أول نطق لأني سأقف. عي عي. هذا يمتد معك إلى النون هكذا. عين. يلا. نعم. عين سين قاف. ها رقيق الفاء. لا العين جيدة، ممتاز. رقيق الفاء. نعم. قاف. ما شاء الله، ممتازة ورائعة ومتألقة ومتفوقة أيضا، ونقول لك أداء يريح السمع عذب القريحة فيقلب عين البدر شمسا منيرة. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، ونفع بك وزادك من علمك. آمين يا رب. طيب نعود إلى الرائعات. ننادي زينب، تفضلي يا زينب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، مرحبا بك. حياكم الله وبياكم شيخنا. تفضل.
المهارة الثلاثون، الأداء المستقيم للحروف المقطعة في أوائل السور. طه حميم ألف لام ميم قاسيم ميم ألف لام ميم را حميم عين سين قاف قاسين ياسين ألف لام را ألف لام ميم صاد كاف يا عين صاد. ما شاء الله تبارك الله، ما أروعك وأبدعك. تمثل لي هلال النبر بدرا وعن هلال نطقك للسماع. وأيضا زينب كأنها تقول للجميع: لنا الحرف الصحيح وكل حرف يعيد لكلمة روح الحياة. أحسنت يا زينب، ما شاء الله عليك، بارك الله فيكم. يعني لو كنت متدربة لطلبت 10 حلقات لك يا زينب، تستحق. بارك الله فيك يا خنا، جزاكم الله خيرا. وإياك يا رب. طيب نذهب إلى التدريبات الأخرى. نعم، وننادي تازة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك شيخنا الفاضل. الله وبركاته، حياك الله وبياك ومرحبا بك. مرحبا بك شيخنا الفاضل. المهارة 31، تدريبات على تهجي أصوات الحروف مع المد اللازم المثقل بجميع طرق أدائها نبرية. التدريب الأول: فعل مع المد اللازم المثقل. حاد فعل. لا لم تتهجي. تمام شيخنا. حاد حاد فعل. حاد فعل. را را راد راد فعل. وليست را راد راد فعل. وليست راد فعل. كاف يا تازة. كاف. نعم. نريد سكتة لطيفة بين المقطعين وتأتي بالمقطع الثاني ثم تجمعين الكلمة. يلا. حاضر. طب دي شيخنا تبقى كافة ولا كافة؟ نعم. وقفا وقفا أقول لك عندما نجد دائما عندما نجد علامة وقف أو نقطة
جوار الكلمة معناها أننا نريد منكم أن إيه؟ أن تقرؤوها رجالاً ونساءً وقفاً. تمام. يلا. كافة. لا زيادة، كل دي همس، كل ده همس للفاء. كاف. يلا. كافة. لماذا قلت لك هذا؟ لأنك لا تأتين بالفاء المشددة، صح؟ الفاء الأولى لا. فقط، صح؟ ونحن قلنا أيضا هي يعني إيه؟ يعني يذهب عنها بعض صفاتها، منها الهمس، فلا نزيد في الهمس. يلا كمان. تمام. فعل وليست كافة، فعل حاجة، حاجة فعل وليست حاجة، فعل جان. يا أنت لم تفهمي إلى الآن، كل الكلمات التي نقرأها هنا أو التي يعني أراها الآن أمامي إذا كانت وقفا فهي عبارة عن مقطعين، ونحن نقف وسط المقطعين، يعني ننطق المقطع الأول ونسكت سكتة لطيفة ثم الثاني ثم نجمع بينهما، هذا ما نفعله. يعني هنا نقول جان جان فعل وليس جان فعل، فهمتي؟ نعم نعم شيخا. جان. لماذا تأتينا بغنة مع النون الأولى؟ هي أصبحت نون ساكنة مظهرة. جان بس كده. جان نون جان فعل فعل وليست. أنت أهو أنت نطقتها خطأ واعترفتي. نعم. نعم أعيد يلا. جان فعل وليست جان فعل. لا خطأ، أعيدي من الأول يلا. هي جان فعل وليست جان فعل. جان فعل وليست جان فعل. وطبعا هذه الكلمة يعني كثير أيضا يخطئ فيها عندما يقف عليه، يقول جان ولا يأتي بالغنة، لا هي جان. يا الله كملي. أجيبها تاني شيخنا ولا أكمل؟ لا خلاص أحسنت، أكملي يا فضل. أحسن الله عليك يا شيخنا. شاقو شا هات المد الطبيعي قو. يلا. شاقو شاقو فعل وليست شاقو فعل. خاصة. أعيدي خاصة فعل وليست خاصة فعل. باب دابة فعل وليست دابة فعل. ضالاً ضالاً فعل وليست ضالاً فعل.
فعل. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة يا تازة، بارك الله فيك. بارك الله في حضرتك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير. آمين وإياك. أروى حياك الله يا أروى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، تفضلي. المهارة 35، تدريبات على تهجئة أصوات الحروف مع المد اللازم، مع المد اللازم المثقل بجميع طرق أدائها نبريا. التدريب الثاني، فعل مع المد اللازم المثقل. ليست فعل، فعل. فعل مع المد اللازم المثقل. رقيق الواو. فعل فعل وليست فوا. أنا كأني أسمع الواو مفخمة، أعيدي. صواف، صواف، فعل وليست صواف، فعل. نريد أن نزيد الهمس في الفاء لأنها إيه مشددة. مضار، فاعل وليست مضار، فاعل. هل تسمعني شيخنا؟ صافات، صافات، فعل. ها فين المد؟ الو. التدريب الثالث، تدريبات عامة على التهجي. صافات. لا هناك فاء ساكنة. صاف، صاف، فات، صافات، فعل. يا أروى، التاء هنا يعني هنا على التهجي. صافات وليست صافات. نعم. طيب هاتي الكلمة التي تحتها والكلمة التي تحتها، العمود يعني كاملا. كما قلت لك انتبهي، هناك حرف ساكن مع حرف المد ليكون الساكن الأول في الايه، في المد اللازم الكلمي المثقل. لا رادك وليس فين الواو، مفيش واو. لا رادك وليست لا رادك. العادين وليست العادين. عيدي. العادين
العادين. هنا وقفة نقول لا وليست العادين. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة ومتميزة ومتألقة. النبر يزدهر جزاك الله خيرا، اجعله في ميزان حسناتك يا رب. النفع والإتقان، أحسنت يا أروى، وفي حسنات الجميع يا رب. طيب نذهب إلى متدربة أخرى، تفضلي يا دنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وبياك يا حدن، تفضل. رحبت بكم الجنان شيخنا. التدريب الثالث، تدريبات عامة على التهجي. مدهام تان مدهامتان وليست مدهامتان. يواد دو فين المد الطبيعي؟ دو 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 يوادون يوادون وليست يوادون. أص صاف الصاف فو الصاف وقفا الصاف الصاف فون الصافون وليست الصافون. ما شاء الله تبارك الله، نبوغ قد على صرح الأداء وصاغ لنا الكلام كنظم دري. أحسنت يا دنيا، وشفاك الله وعافاك. بارك الله فيكم شيخنا. آمين وفيك بارك الله وأحسن إليه. طيب نذهب إلى متدربة أخرى، صبرينا. نعم، السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، تفضلي. نعم، بارك الله فيك شيخنا. بسم الله. نعم. تأمرون. هنا أعيدي مرة أخرى، أعيدي مرة أخرى. نعم. لأن التاء هي حركتها هي المنبورة وليس الميم، لأننا إذا وجدنا حركتين في بداية الكلمة ليست منبورتين فالنبر على الأولى. تأمو. يلا. نعم. تأمو. رون تأمرون ني. نعم. ني تأمرون ني وليست وليست تأمرون ني. نعم. يا ت يت ماس يتماس. سين واحدة. نعم. صبرينا، سين واحدة، لا تنطقي الثانية، يعني لا تأتي بهمس طويل. يلا. نعم. يا ت يت ماس يتماس س يتماس
نعم. ح ب ح ب نعم ح ب ن ح ب ن وليست ح ب ن. ما شاء الله، ممتازة يا صبرين. هتف الأداء بهم إلى عليائه فتطاير المسك العليل السرمدي. متألقة ما شاء الله عليك. طيب، بارك الله فيك شيخي وفيك، بارك الله. نذهب إلى متدربة أخرى. الحجة صفاء. السلام عليكم. المايك عندك فيه مشكلة الآن. جيد، حضرتك سمعني؟ نعم أسمعك. أتو حاج، أتو حاجون، أتو حاجوني، أتحاجوني وليست أتحاجوني. أنا لم أسمع، أعيدي كده. أعيدي يا حجة صفاء. حضرتك مش سامع؟ عندي يتقطع، هل تسمعناها جيدا؟ عندي لا أسمعك نهائيا. سمعتني كده؟ نعم أسمعك، تفضلي. من الأول؟ لا، الكلمة الثانية. دابة. يلا. دابة. هناك مقطع يذهب فأنا لا أسمعه، فيعني تكون مظنة الخطأ. ها، أعيدي مرة أخرى. دابة 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 وليست دابة. طيب، أقول لك، أنت نطقت الباء وحدها، باء حدث أم لا؟ أنا نطقتها تاني وهي مفتوحة. المفروض تنطقين الباء وحدها، وأنا صوتي يختفي عند الباء. طيب، أعيدي مرة أخرى وانطقي الباء وحدها. يعني الباء عبارة عن باءين كما تعلمين، الباء الأولى مع الإيه، المد اللازم، والباء الثانية وحدها. يلا. حاضر أولاد. داب باء. لا، أنت تأكل باء. باء. إن دابة وليست دابة. طيب، هاتي آخر كلمة. بار بار. لا، الباء وحدها أيضا. الباء قلتها ولم نسمعها. الباء وحدها. بي بي بار. بضارين بضار. لا، بدون النون، هي وصلا أصلا. حاضر. ضار بضاري بضار. لا، لم تأتي بري وحدها، أنت تأتين معها يعني تجمعيها. نحن نريدها وحدها أولا، نريدها وحدها ثم بعد ذلك جمعي. بيضار
يا حجة صفاء ب وحدها، ضار وحدها، ري وحدها، نا وحدها، والخطوة الثالثة تجميعية. يلا أعيد. بار ري بدار نا بدارينا وليس أحسنت يا حجة صفاء. ما شاء الله تبارك الله، لله شمسك قد تركت مسامعا فرقت إلى أبهى النفائس والعلا. وإن كان يعني مشكلة الصوت عندك يعني حالة دون سماعنا لبعض الحروف. مطر كتير فأنا بعتذر يا دكتور، معلش. طيبا صيبا يا رب، بارك الله فيك. لا عليك. طيب نعود. بارك الله فيك دكتور رضا وكتب أجرك يا رب وأحسن إليك. إذن كان من المفترض بناء على الدورات السابقة أننا ننهي دورة التهجي في 11 محاضرة، يعني المحاضرة القادمة تكون الأخيرة، لكن لا بأس إن شاء الله يعني نعطي المحاضرة القادمة في بقية التدريبات، وتكون التدريبات العامة في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله، يعني نعطي 12 محاضرة بإذن الله في دورة التهجي، فتكون التدريبات يعني فيها راحة وسعة وليست كثيرة عليكم، مع أن التدريبات التي سنتدرب عليها المرة القادمة المتصلة بالتاء والهاء هي سهلة ويسيرة، لكن لا بأس إن شاء الله نقف هنا، وبإذن الله نتحدث في اللقاء القادم عن التاء والهاء وعن أحكام النون الساكنة والتنوين، وبعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة نراجع كل ما درسناه في دورة التهجي بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم كل الخير، ونلتقي على خير إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.